الخبر الأول هو إقالة بدو زكي من تدريب فريق اتحاد طنجة. أولا إقالة، واش كانت مفاجئة أم لا؟ أعتقد بأنه قبل الإقالة لما تم تعيين بدو زكي مدربا لاتحاد طنجة كان هناك مخطط، كان هناك برنامج وخريطة طريق وأهداف مسطرة. ممكن أنه النتائج يعني لم تحالف بدو زكي، وبالتالي غابت يعني سواء في منافسات الكأس الذي كان يمني فريق اتحاد طنجة النفس على أن يصل إلى أبعد حد، ربما المباراة النهائية والفوز باللقب أو البطولة الوطنية، إنما يعني غياب يعني النتائج يعني أعطى فرصة للمسؤولين وكذلك حتى للجمهور الذي أصبح يعني غاضبا على الفريق، وبالتالي عزوفه على دخول الملعب لمشاهدة المباريات وربما أرخى بضلاله على هذا الإقالة. وأعتقد بأن بدو الزاكي حسب يعني بعض الاتصالات مع مسؤولين داخل فريق مكتب المسير لاتحاد طنجة مشكورين أنه قام بالواجب الذي يفرضه عليه يعني الاحتراف، وأنه كان منضبطا، كان مثاليا في تعامله، ربما صحح كثير من الأشياء التي غابت على اتحاد طنجة، ولكن بالمقابل النتائج كانت مخيبة وتم الافتراق يعني بالتراضي وتم تعيين مدرب جديد. كما قلت هشام يعني الانضباط وكل ذلك لم يشفع له الإقالة، وفريق اتحاد طنجة يعني نوفل يبرر إقالة زكي بما وصفه بالنتائج السلبية، قال أنه في 12 مباراة رسمية فوزين فقط، هزيمتين مقابل 8 تعادلات. يعني بالنظر لنتائج اتحاد طنجة ربما نشاهد نتائج غريبة بعض الشيء، يعني الفريق على أرضه مثلا تسنح له فرصة التقدم عبر ركلة جزاء يتم تضييعها، لا أعتقد بأن بدو الزكي له دور في ذلك، هذه أول نقطة. ثاني نقطة، تكون مثلا خارج الديار وتلعب 90 دقيقة بتماسك دفاعي وأيضا خلق لعدد كبير جدا من الفرص وتتفوق بالستاتستيك بالاستحواذ بالتسديد بالركنيات إلى غير وتنهزم بهدف مقابل لا شيء. يمكن القول بأن بدو الزاكي عكسه الحظ مع نادي اتحاد طنجة، ويمكن القول بأن أيضا هناك تسرع في تطبيق أهداف طموحة، نعم، ولكن التسرع هو الذي غلب ربما على نادي اتحاد طنجة، لأنه حين تأتي وتقول هذا الموسم سيكون موسم الحصاد، نحن قدمنا مستويات رائعة مع عبد الحق بن شيخة في الموسم الماضي، لم يحالفنا الحظ في كأس الكونفدرالية الأفريقية أو حتى على مستوى البطولة الاحترافية، اليوم ربما تثقل كاهل الجهاز الفني بقيادة بدو الزاكي الذي هو الآخر أتى بعد أن عاد من الخلف، كان في الجزائر وحصل على كأس الجزائر وأنقذ فريقه في الجزائر، وبالتالي عاد كبطل، نعم، كأحد الفاتحين الذين ربما سيقولون كلمتهم الفصل داخل البطولة، ولكن حدث العكس، لم يكن هناك تأني. أكيد الجماهير الطنجاوية شغوفة حين تشاهد نادي الوداد يتوج بعصبة الأبطال، وتشاهد أيضا الفاتح يسير بثبات، وتشاهد الرجاء يأخذ حقه من الألقاب، فهي تقول لما لا اتحاد طنجة، ولكن لا بد من كبش فداء. كبش الفداء كان هو بدو الزاكي. أعتقد أنه بدو الزاكي كان عنده مشروع، أول لقاء تلفزيوني بعد تعاقده مع اتحاد طنجة كان مع ميديا ان تي في، نعم، عبر ضيف خاص، وقال نبحث عن البوديوم. حين سألته عن البوديوم يعني لقب كأس العرش ولا لقب البطولة، قال لا، البوديوم بالنسبة لي أن أكون بين الأربعة الكبار، أي يتحدث عن الترتيب، ولكن هذا لا يرضي أكيد الجماهير، لا يرضي المكتب المسير الذي بذل الغالي والنفيس ونقولها يعني بملء الفيه من إمكانيات متوفرة لنادي اتحاد طنجة. بدو الزاكي أثر العسكرة في طنجة فكان له ذلك، لم يختار، لو اختار مربية كانوا غيدوه لها، ما عندهمش مشكل، ولكن على العموم النتائج كانت مخالفة للتوقعات. ولحد الساعة بسام بدو الزاكي لم ينفصل عن اتحاد طنجة بشكل رسمي، لا زال هناك خلاف مسائل ديال التفاصيل المالية، لكن فريق اتحاد طنجة نوفل ذكر في البلاغ ديالو انه تمت الاقاله. اكيد والبلاغ رسمي على موقع أكيد الفريق، ولكن لحدث يا اخي وذكر بان المدرب المقبل سيكون هو ادريس المرابط. بغيتي نعطيك معطيات؟ لا اكيد تم تسميه ادريس المرابط، نعم، كمدرب للفريق لنهايه مرحله الذهاب لنهايه الموسم، لا نعلم بعد، ولكن ما اعرفه انا ان بدو الزاكي لحد الساعه هناك خلاف على شروط الانفصال الماليه بين اداره نادي اتحاد طنجة. اتحاد طنجة يقول يقدم يعني عرض ديال 3 أشهر في الراتب ديالو في المقابل بدو الزاكي يتشبث بنود العقد الماليه حتى نهايه العقد ديالو اللي يمتد لسنتين. على حسب بنود العقد شنو فيها، اذا هو حاط يعني 3 أشهر غيستلم 3 أشهر، نعم، اذا كان الى نهايه العقد فاكيد انه غادي يستلم يعني المسائل ديالو سنتين. ما وقع لي امين بن هاشم أمين بن هاشم ربما رواية أخرى. لماذا قلت بالأمس هشام الإدريسي بأنه باع الوهم لاتحاد طنجة؟ أنا نقول لك لماذا قلت باع الوهم، لأن كنت كنتظر منك هذا السؤال هذا، لأنه صار يعني خلط بين مواقع اتحاد طنجة في السنوات الماضية مع هذا السنة. السنوات الماضية كانوا لاعبين مجربين، حتى لو قال حافظوا على الفريق اتحاد طنجة على نفس الركائز وقال بأنه سيلعب من أجل اللقب وسيلعب من أجل، ربما كلامه قد يكون مفهوم، أما أن تأتي بلاعبين
انا عندي يقين على ان الزاكي لما كان في الجزائر كانت انتدابات من دون عين بدو الزاكي. هذه نقطة. هذه واحدة. مش بس انتدابات. لا. كان هناك ايضا خلافات مع عدد من اللاعبين سيموفيتش بدر كاشاني غادروا الفريق قبل ان ياتي بدو الزاكي. مسألة اخرى. لماذا قبل الزاكي بهذا الوضع يعني؟ لا قبل لانه الان عنده عقد. طموح وما عرفتش قال لك الوام كاين شي وام كتخلص عليه 30 مليون في الشهر نحلوا حانوت ديال الوام حنا نبدا نبيعوا فيه. لا لما كان راتب راتب مجزي لما مدينه ما كرهش حتى واحد يخدم فيها نوفل. فرقه عندها قاعده للنجاح فرقه عندها جماهيريه كبيره شكون كره يخدم في طنجه من الاطر الوطنيه والاجنبي المتواجد على الساحه اللي فتح طنجه حاليا اللاعبين ديالو مغايرين على اللاعبين اللي كانوا السنوات الماضيه 19 لاعب جديد 19 لاعب جديد واكثر من هذا لاعبين من درجه ثانيه لاعبين درجه ثانيه نعطيك اليقين على ان بدو الزاكي نعطيك غير كيصبروا على لاعب واحد اقشمار ما نظنش بانه الزاكي بدو يعرف اقشمار حق المعرفه لان كان كيلعب في القسم الوطني في الوطني الثاني في وداد فاس ما يمكنش غتجيب واحد من القسم الوطني الثاني تلعب في القسم الوطني الاول تقول بان انا غادي بدو الزاكي قال هناك خصائص في الترسانة البشريه وقال عندي بعض الانتدابات التي لم لا ولكن لا غير واحد النقطة لأنه هشام مع احترامي له غلط البارح لا غلطتي غلطتي لا 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 أنا أقول لك علاش يمكن ما فهمتيش أنا القصد ديالي لا فهمت أنا تفرجت فيك أنا شرحت لك دابا أنا شرحت لك بالضبط أنا نقول لك السي هشام نعم حين نقول عن شخص باع الوهم أي أنه قدم وعود كاذبة وهذه الوعود قدم وعود الناس أنا شنقول لا على المستوى أنت دابا غير في هذه اللحظات هذه قلتي بأنه فعلا علانية تكلمتي مع بدو الزاكي وقال لك بأنه البوديوم بين الأربعة الكبار غتلعب البوديوم بلاعبين 19 لاعب جدد لا ما انتهتش البطولة باش نقول فوالا ها هو بدو الزاكي فشل أو أنه أعطى وعود كاذبة أنا ما قلتش فشل ليس أنه قدم وعود كاذبة بدو الزاكي فشل أنا مع اتحاد طنجة لأنه هو من يتحمل المسؤولية لأنه قبل على الواقع الراهن الموجود داخل اتحاد طنجة بترسانته البشرية باختياره المعسكر الإعدادي بقيادته بالخطط التقنية لماذا فشل الزاكي؟ فبالتالي الفشل لبدو الزاكي لأنه هو على رأس الإدارة الفنية ولكن هذا لا ينقص من بدو الزاكي لأنه أثبت نجاحات في مناطق أخرى اسمح لي بسام نكمل فقط الفكرة ولكن بدو الزاكي في نفس الوقت لم يمنح وعودا لاتحاد طنجة ولإدارته لم يفي بها لأنه الموسم باقي ما سالاش وعنده كان إلى أبقى الله أعلم لأنه عندك فرق أيضا مباريات مؤجلة ينقلوا دابا عمو ما يلعبش على البطولة ميمكنش تقولها أندية أخرى مثل نهضة بركان تقول لك مثلا ما لعباش على مركز ثاني ولا مركز ثالث ولا حتى البطولة ما تقدرش تقولها البطولة الوطنية لازالت في جولاتها الأولى حتى مرحلة الذهاب لم تنتهي وأنت كتعرف السي هشام يقدر يكون الفارق ديال 10 نقاط وفرقة أخرى تلحق عليك وتدي لك